اهلا بحضراتكم في حلقه السبت بدايه الاسبوع من برنامج مصر كل يوم. النهارده معانا حلقه مليئه بالاخبار والتفاصيل المهمه في مجالات مختلفه، وفقرتنا الاساسيه هتكون عن كل تطورات ملف الاقتصاد والصناعه في مصر. وطبعا بقالنا اسبوع تقريبا بنشوف احداث وفعاليات وقرارات كتيره في هذه الملفات. اخرها كان حضور الرئيس النهارده للملتقى الدولي الاول للصناعه، وفي كلام كتير عندنا في الملف ده، وهيكون ضيفنا الأستاذ سالم وهبة الخبير الاقتصادي. نروح لأول أخبارنا كده سريعا، وزي ما قلت لحضراتكم النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك في فعاليات الملتقى الدولي الأول للصناعة بحضور عدد كبير من رجال الصناعة والاستثمار في مصر، وكان الحقيقة في كلام وتصريحات وقرارات كتير مهمة. وقدم الرئيس التحية كمان للقطاع الخاص على مبادرة زيادة الأجور، ووجه كمان الرئيس ببذل كل الجهود بهدف إزالة العوائق أمام المستثمرين. خلونا نروح نسمع الأول جزء من كلمة الرئيس عن موضوع الرخصة الذهبية، ونرجع تاني فيه ونرجع تاني نكمل أخبارنا. دورنا برضه يا فندم، لأن أي مستثمر بيجي لما بينظر لكم حاجة، طبعا البيئه التشريعيه اللي انا فيها والعماله واتاحه الخدمات والطاقات. احنا الحمد لله يا رب، حضرتك اكيد ما بتسمعش لا عندنا مشكله غاز ولا عندنا مشكله كهرباء ولا عندنا مشكله، يعني الحمد لله. ده عشان كده في مقدمتي بس احب دايما ان احنا نفتكر يعني كنا فين ووصلنا ليه. لكن احنا لما بنتكلم اصل احنا بنبقى غيرين قوي على البلد يا فندم. احنا شايفين ان عندنا فرص كبيرة جدا، فرص للنمو هائلة، عندنا طلبات من شركات كبيرة جدا عايزة تشتغل، شركات صغيرة وشركات متوسطة، كل دول عايزين يشتغلوا، كل دول عايزين ييجوا، بس بيلاقوا بعض التحديات في ان يبقى غيرانين ما سيبش الـ 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 يعني المستثمر ده ان يروح اي بلد تانية، لان لو انا سكت هو بيروح. عشان كده بقول لحضرتك يعني لو رخصة ذهبية لكل يا فندم ويشتغل فورا وبدون الاقرارات، يعني يبقى دكتور مصطفى انا شفته هز راسه يا فندم، فيبقى كده ان شاء الله. طيب شوف، احنا ما المفروض ان احنا بنشتغل عمل مؤسسي يا دكتور مصطفى، والتجاره والصناعه موجوده وكل الناس موجودين، الحكومه احنا هندي الرخصه دي كده لكل المتقدمين لمدة 3 شهور ونشوف الدنيا هتبقى عاملة ازاي. بس أرجو إن احنا يعني واحنا بنعمل ده واحنا بنتحرك التحرك الكبير ده وبنفتح الباب قوي على آخره، يعني أنت عارف إن آليات العمل والحوكمة يعني مش زي ما احنا عايزين في مصر، فبرضه احنا ما هو السبب في الـ واحنا كلمنا الكلام ده في المؤتمر اللي فات، يعني ان اللي انتوا بتعانوا منه احنا مش عايزينكم تعانوا منه، لان احنا يهمنا في الاخر اصل مش انتوا، احنا ده احنا كلنا مع بعض، ويهمنا ان البلد طبعا يهمنا ان تطلع قدام. لكن على كل حال 3 شهور الرخصه الذهبيه لكل من يتقدم، انا مش هحددها برقم دكتور مصطفى، ولكن ارجو ان احنا نبذل جهد شويه مع المستثمرين لان احنا ننفذ الالتزام ده لمدة 3 أشهر ونراجع. لو الأمور مشيت كويس ولنا حجم الإنجاز يعني كان مشجع، نقدر نفكر إن إحنا نستكمل كده 3 شهور تانيين ولا لأ، أو نقول طب نرجع للنظام القديم اللي إحنا اللي هو الرخصة الذهبية لدكتور مصطفى. فإحنا هندي 3 شهور بالطريقة دي. طبعا احنا شفنا كلمه دلوقتي من رئيس اتحاد الصناعات المصريه المهندس محمد زكي السويدي، وتعليق طبعا فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه الكلمه. وزي ما شفتوا يعني شفتوا القرار بيتاخد ازاي بسرعه، ودي فرصه ذهبيه لكل المستثمرين بصراحه. الرئيس يعني مال يمين وكلم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وكلمه عن الرخصه الذهبيه اللي هتفيد جدا كل المستثمرين، وخد القرار في نفس الوقت، ودي دايما اللي احنا دايما متوقعينها من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي هو على طول بيوافق على اي حاجه تفيد الصناعه ودعم الصناعه في مصر. الرخصه الذهبيه يا جماعه دي حاجه مهمه جدا، ودي فرصه زي ما انا ما قلت كده في الاول، فرصه مهمه جدا لكل المستثمرين.
الرخصة الذهبية ديت يعني انت معاك فلوس وعايز تيجي تعمل مشروع او تعمل مصنع بدون ما تعدي على كل الموافقات. انتوا عارفين طبعا كلمة رخصة عشان تطلعها لمصنع او تجيب موافقات وتجيب اقرارات وتجيب هقول ايه ودراسات جدوى وي 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 بتاخد لك بشهور عشان تقدر تعمل بس مشروع او مصنع. الرخصة الذهبية ديت بتخليك تاخد موافقة على طول من مجلس الوزراء وتخليك تبني، تخليك تدخل المرافق، تخليك تدخل الكهرباء، تدخل الغاز، تبدأ مشروعك، تبدأ تستورد المعدات بتاعتك، بتقدر تنتج. بصراحة هي فرصة كبيرة جدا قدمها الرئيس النهاردة للصناع وللمستثمرين، موضوع الرخصة الذهبية زي ما طلبها كده رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد السويدي، وقال احنا عايزين رخصة ذهبية عشان نقدر نشتغل، عشان ما يبقاش فيه قيود علينا، ما يبقاش فيه التحديات تقل علينا ونخلي مجهودنا كله في قلب الصناعة. بصراحة يعني شكرا سيادة الرئيس على الموافقة على موضوع الرخصة الذهبية، وزي ما أنا قلت كده دي فرصة كويسة جدا وجيدة جدا للمستثمرين. والرئيس كمان إداها كمان لمدة 3 شهور، يعني في خلال 3 شهور دوت اللي عايز يعمل مصنع، اللي عايز يعمل مشروع، اللي طبعا هي ليها طبعا شروط معينة طبعا وليها حاجات معينة، وكل ديت هيصدرها طبعا أكيد مجلس الوزراء، لكن دي فرصة. وقال كمان أن هنشوف في خلال 3 شهور ديت لو الموضوع مشي تمام وزي الفل وبقى ليه كل إيجابياته أهلا وسهلا هيكمل موضوع الرخصة الذهبية، لكن لو فيه طلع أن الموضوع طلع بشكل غير إيجابي سلبي شوية طبعا هيقف طبعا موضوع الرخصة الذهبية. لكن الرخصة الذهبية اللي أقرها الرئيس النهاردة بصراحة دي فرصة كبيرة جدا للصناع وللمستثمرين. طيب تعال نروح بقى للموضوع الثاني المهم اللي اتكلم فيه الرئيس النهاردة، كان بيخص دعم المستثمرين والشراكة مع القطاع الخاص وتذليل العقبات أمامهم. تعال نسمع الرئيس قال إيه ونرجع تاني نكمل مع حضراتكم. عايزين البلد تقوم وشعبها يحس بشيء من يعني من الازدهار. لا الأرقام دي مش فثلاث أربع شهور بعد ما ندرس وبعدين نشوف التمويل وبتاعنا، بص المشروع ده بيطلع بعد سنتين ثلاث أربعة، عقبال كمان ما تعمل تعاقدات المواصفات الفنية بتاعت الموضوع وبعدين المواصفات المالية بتاعت الموضوع وبعدين يبتدي يوردوا لنا الشغلانة بتاعت المصنع. تبص للمشروع اللي أنت بتتكلم عليه، أنا بكلمك خلي بالك أنا بقالي 7 سنين في الشغلانة دي، يعني مش أنا بقالي 7 سنين في الشغلانة دي وعارف ان المواضيع ديت بتتاخر يا دكتور مصطفى وبتضيع علينا فرصه. انت بتتكلم على السودا ايش؟ يا نهار ابيض انت هو بكام؟ احنا مش سبع... استنى بس 700,000 طن او 600,000 طن. طب ماشي انا غلطان. انت بقى هتطلع كام المشروع بتاعك؟ 500. خايف من ايه؟ لا طيب هقول طيب فخامتك صح كلام حضرتك صح 100%، مفيش فيك لان الخامات كلها موجوده في مصر، الخامات الاساسيه بتاعته سواء الكالسيوم كربونيت او الملح او الغاز ثلاثه موجودين في مصر، فطبعا وهساعدك صح وهساعدك تمام يا فندم. هي يمكن بس دراسه جدوى اللي هي دراسه جدوى بنكيه عشان مشروع بحوالي 500 مليون دولار فجزء هيبقى تمويل من المساهمين. بقول لكم كلكم يا اللي هتشتغلوا في ابدا انا مستعد اخش معاكم بالنص. بتكلم بجد بتكلم بجد تمام، بس اوعى تفتكر ان انا بخش معاك بالنص يا دكتور مصطفى عشان عايز اخش معاك يعني لا عشان اشجعك انك انت تبقى مطمن ان في جزء من المخاطره الدوله معاك فيه. والله تمام انا بحلف بالله الهدف من اللي انا بقوله ده ما في هدف منه غير ان انا اشجع رجال الصناعه في مصر وكل من هو محتاج يتحرك معانا اقول له اطمن انا معاك. عايز نخش معاك بكام؟ 30% اهم، 50% اهم، تمام خدت بالك؟ اكتر من كده انت حر بس انت لازم تدير شغلك. لا انت كده لا لا خلاص المشروع ده فعلا يا فندم ده لازم يتعمل ما فيش فيه لان طب يلا مالك بالبنك بقى؟ الكلام ده انا دايما بقوله احنا دايما طبعا هنشوفنا دلوقتي كلمة برضو جزء من كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكلامه عن دعم المستثمرين، يعني لدرجة حتى بيتكلموا عن بعض المواد في مستلزمات الإنتاج
ودايما احنا بنستوردها، يعني حاجه مثلا اسمها الصودا ياش دي بتخش مثلا في صناعه الزجاج وبتخش في صناعات كتيره جدا، وغير امثله منها كتير. الرئيس راح قال لهم يا جماعه عايزين اخش معاكم بالنص، اخش بالنص معاكم، وقال وصرح كمان قال عشان ادعمكم. يعني هو الرئيس عايز يقولها انا مش هاخد من ربحكم لكن انا عشان ادعمكم. والمواضيع دي كلها يا جماعه خلي بالك بتوفر دولار، وبتوفر كمان تشغيل عماله، وفاتوره التصدير بتزيد عندنا. الحاجات دي كلها بتفيد المستثمرين، لدرجه كمان النهارده الرئيس كمان في كلمته قال لهم ان كل الاجراءات وكل الاوراق اللي انتم بتطلبوها والتراخيص والحاجات دي كلها انا عارف ان بيبقى فيه يعني شغل تقيل فيها، وبيبقى فيه صعوبات حتى في تطليعها. انا كنت عايز اعمل مكتب عندي في الرئاسه عشان تخلص هذه الاجراءات. يعني قالها طبعا بطريقه طبعا ضحكه مع الدكتور مصطفى مدبولي وفي وسط المؤتمر النهارده، ان ده معناه ان بعد كده مفيش حاجه اسمها هيبقى فيه صعوبات في موضوع استخراج الورق او استخراج التراخيص بالنسبه كمان للتصنيع. عشان نوصل احنا في الثلاث او خمس سنين اللي جايين دولت على 2027-2028 نوصل ل 100 مليار دولار. كمان توطين كمان الصناعه المحليه والمستلزمات الانتاج، الرئيس كمان اتكلم عنها النهارده، قال لك ان كل اغلبيه الحاجات اللي احنا بنستوردها احنا نقدر نصنعها هنا في مصر، يعني احنا مش محتاجين اللي احنا نستوردها، عندنا كل الخامات. لكن عندنا شويه عقبات في موضوع التصنيع، الرئيس النهارده ذلل كل العقبات. يعني الموضوع كله دلوقتي بقى في ايد المستثمرين، وباذن الله ان شاء الله باذن الله عجله الانتاج وعجله الصناعه تزيد. انا عايز اقول لكم ان احنا اتحاد الصناعات ده بقاله اكتر من 100 سنه في مصر، يعني تخيل ده قرن بقاله عمر. فمش معقوله نوصل لموضوع التصدير ل 10 و15 مليار و20 مليار، لا احنا عايزين نوصل ل 100 مليار زي ما الرئيس قال. طيب تعالوا نروح النهارده كمان للتصريح الثالث المهم ايضا اللي كان على لسان رئيس اتحاد الصناعات المصريه المهندس محمد زكي السويدي، واللي تحدث عن الاسعار وبشر المصريين ان الفتره المقبله هيكون في اخبار حلوه في هذا الامر. تعالوا نشوف الفيديو دوت ونرجع تاني نكمل اخبارنا. احنا يا فندم عندنا خطه ان شاء الله لزياده الصادرات في فتره من 3 ل 5 سنين الى 100 مليار دولار، ودي هنقدمها ان شاء الله لدوله الرئيس في خلال 3 شهور من النهارده. هو جزء من التحديات بتاعتها كنا اتكلمنا مع حضرتك طبعا مخصوص دعم الصادرات، وحضرتك انت اذلت هذه العقبات الحمد لله. انما العماله الفنيه طبعا بتساعد جدا يا فندم، الرخصه الذهبيه اللي حضرتك عملتها بتساعد جزء منها كمان، وهي عمليه المعامل والاختبارات اللي هي تابعه. في عندنا تحدي بس هو تحدي واعد جدا. انا طولت على حضرتك انا اسف ابدا، شكرا يا فندم. وهو قطاع المحاجر والمناجم ده في مصر قطاع واعد جدا، ولكن بعد ما جربنا يا فندم في خلال العامين الماضيين المدد اللي بتطرح للمستثمر المصري والاجنبي باداره هذا المحجر او المنجم ما بتبقاش كافيه ولا جراء ان هو يجي ويستثمر، لان دي صناعه طويله الامد. انا يعني لو حضرتك تسمح ان هو يبقى في جلسه خاصه بيها، ودي فرصه جاذبه جدا يا فندم ان شاء الله انها تشتغل وتساعد على النمو الحقيقي. انا متشكر جدا الاول، متشكر جدا على مبادرة يوم الخميس، وفعلا اللي عايز اطمن بيها الناس يا فندم دي مش مبادرة لزيادة الاسعار نهائي، دي مبادرة للاستقرار، مبادرة لجذب الاستثمار، مبادرة يدونا فرصة بس شهرين ثلاثة والاسعار هتنزل. وانا لقيت ناس بتكلمني يوم الخميس انا لو رحت البنك دلوقتي هفتح الاعتماد؟ طبعا لا، هتستنى 20 يوم 30 يوم، انا عندي بضائع في المواني بكم كذا وعندي في التزامات، بس بدأت تطلع كل ده. طالما الدنيا بدأت تمشي، يعني حضرتك قلت شهرين فخلاص بالتأكيد ان هي، ويعني شفنا يوم الخميس ده يمكن يخلينا قبل الشهرين ان شاء الله. فالرسالة بس اللي احنا بنحاول نقولها، واحنا كرجال صناعة بنطمن الناس انه ان شاء الله في الفترة القادمة هيبقى فيه انخفاض في بعض السلع في الفترة، لان الامور بدأت تمشي وتتحرك.
آخر نقطة، قانون أفضلية المنتج المحلي يا فندم، نمشي ورا خطة حضرتك، نطمع في كل الوزارات تدينا خططها الخمس سنين يا فندم المستقبلية، هم عايزين إيه بالتفصيل، وإحنا علينا التسويق لهذا يا فندم سواء محلي أو لزملائنا بالخارج للاستثمار، وادونا فرصة بس 6 أشهر يا فندم هنحوله منتج محلي إن شاء الله، فما يتعاقدوش على كل الكمية من أول ما ياخدوا الأوردر، لا يا فندم يعني يعني فاهم حضرتك ازاي ايه، يتعاقدوا على جزء ويدوا فرصه لضيوفنا واحنا وكل المستثمرين المصريين والعرب والضيوف والاجانب كلهم يا فندم ان هم يبقى لهم فرصه في عمليه التنميه اللي حضرتك بتقودها. وفعلا بنتشكر يا فندم، احنا في وقت تاني. انا حبيت في الاول اقول هو احنا كنا فين وبقينا فين. طبعا احنا شفنا جزء برضو من كلمه رئيس اتحاد الصناعات المصريه المهندس محمد زكي السويدي اللي طمئن المواطنين وقال ان في خلال 2 شهر الاسعار كلها هتبقى متظبطه يعني. طيب وكمان النهارده بعد يعني في خلاصه المؤتمر عايز اقول يعني الرسائل اللي وجهها الرئيس السيسي للمواطنين في الملتقى والمعرض الدولي الاول للصناعه. اول حاجه هو قدم التحيه للقطاع الخاص على مبادره زياده الاجور العاملين. طبعا انتوا عارفين طبعا الحزم او الحزمه الاجتماعيه اللي اعلنها دكتور مصطفى مدبولي بتوجيهات من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي ان زياده الاجور اللي هي 300 جنيه تبقى الحد الادنى للاجور بدل 2700 تبقى 3000 جنيه. كمان برضو من الرسائل النهارده برضو للرئيس اعطاء الرخصه الذهبيه للمستثمرين 3 شهور، ودي طبعا يعني فرصه زي ما احنا قلنا قبل كده، فرصه مهمه جدا لكل المستثمرين. قال كمان الرئيس اللي احنا بنفتح الباب على اخره في الاستثمار وبيهمنا البلد تطلع لقدام. يعني الرئيس فاتح الباب على مصراعيه للاستثمار عشان نزود الفاتوره التصديريه. قال كمان مصر لديها فرصه كمصنع وحركه التجاره بيعاد تشكيلها. طبعا انتوا عارفين كويس جدا ان حركه التجاره بيعاد تشكيلها، واحنا كمان بالنسبه للموانئ عندنا احنا عندنا تطور كبير جدا في الموانئ سواء كان ميناء السخنه او ميناء راس البر او ميناء كمان ابو قير، في تطوير فيهم كبير جدا. قال كمان ان مستعدين نشارك بالنص للمستثمرين اللي هم خايفين يخشوا في بعض المشروعات او بعض الصناعات فيها ريسك مثلا او خطر مثلا بالنسبه للمستثمر. الرئيس بيطمنه بيقول له احنا واقفين في ظهرك واحنا هنخش معاكم بالنص عشان نسندكم، فدي برضو فرصه برضو للمستثمرين. قال كمان لازم نزود الانتاج والتصدير ونغطي الطلب في مصر، لان احنا فاتوره التصدير او فاتوره الاستيراد عندنا كبيره جدا، بنستورد حاجات كتيره جدا لكن احنا نقدر هنا نصنعها في مصر. قال كمان الدوله كمان بتصرف اكتر من 1 تريليون جنيه على مشروعات حياه كريمه. وعلى فكره يعني مشروع حياه كريمه ده من اهم المشروعات اللي اتعملت في الدوله بصراحه. قال كمان هدفنا كمان تشجيع كل رجال الصناعه وطمانتهم كمان بالوقوف الى جنبهم. قال كمان ان ازمه الدولار كاشفه والفاتوره بتزيد نتيجه تطور الاقتصاد المصري. وبرضه من الرسائل برضه الرئيس تطوير الصناعات وتوطينها يحتاج الى عمل واجراءات غير تقليديه. عشان كده الرئيس فتح موضوع اجراءات التصنيع وادى زي ما اوردر كده للدكتور مصطفى مدبولي بتسهيل الاجراءات. طيب النهارده كمان التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ممثلي رابطه رجال الاعمال القطريين، وذلك على هامش مشاركته في اطلاق الملتقى والمعرض الدولي الاول للصناعه بحضور الشيخ فيصل بن جاسم الثاني رئيس مجلس اداره الرابطه والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء. الرئيس اعرب عن ترحيبه بتجدد اللقاء مع رجال الاعمال القطريين بعد لقائه معهم في الدوحة. طيب تعال نروح نسمع تقرير طبعا عن هذا اللقاء وبعد كده نرجع تاني نكمل الأخبار. التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين
وذلك على هامش مشاركة سيادته في إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة بحضور سمو الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس أعرب عن ترحيبه بتجدد اللقاء مع رجال الأعمال القطريين بعد لقاء سيادته معهم في الدوحة مؤخرا، بما يعكس روح التعاون الأخوي بين البلدين الشقيقين، مؤكدا سيادته حرص مصر على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات القطرية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين، وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة. كما أشاد السيد الرئيس بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين خلال الفترة الماضية، موضحا سيادته في هذا الصدد ما توفره المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها في مصر من فرص استثمارية متنوعة، وفي مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، والذي يتضمن عددا من المناطق الصناعية واللوجستية الكبرى، وهو ما يوفر فرصا واعدة للشركات القطرية الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، وما يربطها من اتفاقيات تجارة حرة مع مختلف القارات والمناطق الجغرافية. من جانبه أعرب الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني عن تشرف أعضاء الرابطة من رجال الأعمال القطريين بلقاء السيد الرئيس مجددا، وهو الأمر الذي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون المشترك، مؤكدا التطلع لبحث إمكانات تعظيم التعاون بين البلدين الشقيقين، خاصة مع توفر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والصناعة والتعدين. وقد أكد السادة الرؤساء وممثلو الشركات القطرية عن ترحيبهم بتكثيف التعاون مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين، مع استعراض خططهم للاستثمار في مصر أو للتوسع في مشروعاتهم القائمة في العديد من المجالات، والتشديد في هذا الصدد على أهمية تنشيط دور مجلس الأعمال المشترك، وكذا تعزيز التواصل بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين لدفع العلاقات الثنائية الاقتصادية إلى آفاق أرحب تتلاقى مع طموحات الشعبين الشقيقين. كده احنا خلصنا كده اخبار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. نشوف بقى اخبار الحكومة النهاردة. على مستوى الحكومة، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاجتماع 40 لمجلس المحافظين بحضور الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وعدد من المحافظين. وقال كمان الرئيس أنه لن نسمح بإخفاء السلع أو المبالغة في الأسعار والمضاربة أو الاحتكار، وأكد أنه سيتم التعامل بمنتهى الحسم مع المخالفين، وكلف جهاز حماية المستهلك بتلقي شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن. وقال كمان أن المواطنين يدركون أن هناك أزمة عالمية ومعدلات تضخم مرتفعة، والدولة مستمرة في بذل جهود واسعة لتوفير السلع وتنفيذ حزم حماية اجتماعية. طيب احنا معنا على الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ كمال ريان المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. أهلا بيك أستاذ كمال. أهلا وسهلا. الناس كلها خايفة أستاذ كمال من موضوع ارتفاع الأسعار، ولو أني رئيس الحكومة وفخامة الرئيس يعني قالوا أن مفيش حاجة اسمها ارتفاع في الأسعار وكل دوت هيتظبط في خلال الشهرين دول. تفاصيل النهاردة الاجتماع إيه يا فندم؟ في خلية عمل بتتابع الأسواق، والنهاردة رئيس وزراء في اجتماع مع المحافظين كان في عدد من المحاور المهمة اللي أكد عليها. أكد على ضرورة استمرار مراقبة الأسواق من خلال الآليات المتبعة في ذلك وتحقيق الانضباط. أشار إلى أن في تنسيق تام بين الحكومة واتحادات الغرف التجارية واتحادات الصناعات في إطار توفير المنتجات، بتكون متوفرة بوفرة في السوق وما فيش أي نقص في المنتجات. أشار لاستمرار إجراءات ضبط الأسواق، شدد على أنه لن يتم السماح بإخفاء
السلع أو المبالغة في الأسعار أو المضربة أو الاحتكار، وأكد أن الحكومة هتتعامل بمنتهى الحسم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية. أيضا رئيس وزراء كلف جهاز حماية المستهلك بتلقي شكاوى المواطنين في أي مبالغات في الأسعار أو المضربة، وتم تحديد الخط الساخن للجهاز 19588 لتلقي أي شكاوى، وأكد أنه هيتم متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مخالف يستغل الظروف. أيضا أشار إلى أنه هيتم ضخ أكبر حجم من البضائع في الأسواق والمنافس بالتنسيق بين المحافظات ووزارة التموين والجهات المعنية التابعة للقوات المسلحة والداخلية لتوفير السلع بأسعار مناسبة تنفيذا لتكلفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أشار أيضا إلى أنه هتتم المتابعة دورية على مدار اليوم لموقف توافر جميع السلع واستقرار الأسواق في جميع المحافظات من خلال غرفة إدارة الأزمات في مركز معلومات مجلس الوزراء، وأيضا سيتم دفع لجان ميدانية من رئاسة مجلس الوزراء للمراقبة على أرض الواقع. أيضا ضمن الحاجات اللي أشار إليها رئيس الوزراء أن المواطن المصري بيدرك أن في أزمة عالمية، في معدلات تضخم مرتفعة في مختلف دول العالم، والدولة برغم تلك الظروف مستمرة في بذل كل الجهود لتوفير السلع وطرح مبادرات مجتمعية وتنفيذ حزب حماية اجتماعية لمساندة المواطنين، وآخرها طبعا حزب الحماية الاجتماعية الاستثنائية اللي كلف بها السيد الرئيس الحكومة بقيمة 67 مليار جنيه، واللي تضمنت إجراءات مهمة للحماية الاجتماعية تم بدء العمل بها الشهر المقبل إن شاء الله. أستاذ كمال، يعني برضو كنا عايزين نعرف برضو من حضرتك الإجراءات اللي هتتخذها الحكومة مع التجار طبعا اللي هم يعني ما عندهمش أمانة. الحقيقة بالفعل الحكومة طبعا في رقابة زي ما قلنا، في لجان ميدانية، جهاز حماية المستهلك أيضا عند الضبطية القضائية، فيه خط ساخن للمواطنين اللي عندهم أي شكاوي، وهيتم على طول تحويل أي تلاعب. لكن مفيش غرامات مثلا، مفيش وقف، مفيش. لا، ما هو اتخاذ الإجراءات القانونية طبعا القوانين مشددة من ناحية الغرامات، ومن ناحية ممكن تكون عقوبات كمان أكثر من الغرامات حسب الإجراءات القانونية. يتم على طول اتخاذ الإجراءات القانونية وتحويلهم للنيابة والتفعيل القوانين بما تتضمنه من عقوبات ضد أي تاجر يستغل أي إجراءات أو يستغل أي ظروف لرفع الأسعار بشكل غير مبرر. الأستاذ كمال ريان، في الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء، شكرا جزيلا لحضرتك، ونتمنى طبعا أن التجار يبقى عندها أمانة بصراحة، يعني أمانة يا جماعة، يعني ما تقعدش بقى تخبي بقى السلع وتقعدوا تخبوا المنتجات، واللي يرفع مش عارف الحاجة السعر للدبل، واللي يقول لك احنا كنا بنقيم الدولار على 22 او 23 اهو خلاص بقى بعد التعويم بقى 22 و23، ما نجيش بقى في يوم الاقي مثلا بعض التجار مقيمه على 30، وحرام، ده حرام يعني، ده حتى دار الافتة طلعت قالت لك ده حرام شرعا يعني. فيعني يا ريت يعني الامانه مطلوبه يا جماعه اليومين دولت عند التجار. طيب تعال نروح بقى للخبر الثاني. النهاردة شهدت أسعار الذهب ارتفاع ملحوظ، وقفزت الأسعار حوالي 20 جنيه خلال الساعات الماضية بنهاية تداولات الأسبوع، وسجل جرام الذهب عيار 21225 جنيه للجرام، ويعتبر هذا السعر هو الأعلى للذهب في خلال الأربع شهور. طبعا انتوا عارفين طبعا أن الموضوع ده مرتبط بموضوع التعويم الدولار، أو هو مرتبط ارتباط وثيق بالدولار، فعشان كده أكيد الزيادة ديت حصلت. لكن خلونا نفهم أكتر من الأستاذ نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب. أهلا بحضرتك يا أستاذ نادي. أهلا بيك وأهلا بالسادة المشاهدين. السبب الرئيسي يا فندم في زيادة أسعار الذهب؟ هو طبعا السبب الرئيسي هو زيادة الدولار رسميا في البنوك المصرية العاملة، وطبعا بالتالي مفيش تمويل الذهب أصلا من البنوك العاملة في الدولة، فكله بيلجأ للسوق الموازي أو السوق السوداء. فطبعا الدولار في السوق الموازي شبه منعدم، وطبعا سعره أعلى من البنك، فسعر الأوقية العالمية بيتضرب في سعر الدولار في مصر هنا اللي هو السوق الموازي للدولار علشان يطلع السعر المحلي. ويعني حاليا الحمد لله يعني هدي شوية عن الصبح، كان 1230 بالنسبة لعيار 21، حاليا بقى 1210
يعني نزل 20 جنيه يعني عن السعر الصباحي. طيب هل أستاذ نادي يعني هل كل الدول اللي حوالينا في الوطن العربي في دول العالم كله هل برضو زادت أسعار الذهب ولا احنا عندنا بس؟ لا عندنا فقط، لأن عندنا فقط، لأن هو الدولار بره زي ما هو طبعا، وسعر الأوقية ما ارتفعش للأسف، بالعكس سعر الأوقية العالمية نزل، كان 1663 و62، نعم، دلوقتي 1643 دولار، نعم، للوقية، يعني نزل بمعدل 20 دولار. طيب أستاذ نادي، أيوة فندم، السوق إمتى هيشهد استقرار بقى؟ يعني احنا عايزين نطمئن برضو المواطنين ونقول لهم يعني ما تقلقوش دي فترة وهيستقر كذا. طبعا ما هو فترة بسيطة اللي هي فيها دلوقتي، لأن لسه طبعا ما بقالش الدولار زاد في البنوك رسمي اللي هو بقى 22 أو 23 و30، ده من طبعا ما بقالوش 48 ساعة، فهو ده سبب الذبذبة الجامدة، لكن هيبقى فيه استقرار، وابتدأ من النهاردة الاستقرار شوية، بدليل أنه نزل هنا في السوق المحلي بقى 1210 بالنسبة لعيار 21، طبعا نزل بمعدل 20 جنيه وقابل للهبوط مرة تانية، يعني هيهدى، وعيار 18 دلوقتي 1037، وبالنسبة للجنيه هو 9680 على السعر الحالي، وده كل الأسعار دي، يعني على يوم الاثنين أو الثلاث بإذن الله هيبقى فيه استقرار شوية يعني بإذن الله. بإذن الله. الأستاذ ناجي نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب، شكرا جزيلا لحضرتك، وزي ما هو الأستاذ نادي صرح وقال إن الأسبوع القادم هيحصل فيه استقرار بالنسبة لشعبة الذهب والذهب نفسه، يعني كجرامات 18 و21 و24، وبإذن الله الأيام الجاية هيبقى فيه استقرار كبير جدا في كل السلع. طيب تعالوا نروح بقى نعرف بقى أخبار شرم الشيخ، تعرفين طبعا بخصوص أخبار قمة المناخ المنتظرة في مصر الشهر المقبل. النهاردة أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جون بايدن سيزور كل من مصر وكمبوديا واندونيسيا خلال الفترة من 11 ل 16 نوفمبر المقبل، وأنه هيحضر يوم 11 نوفمبر المؤتمر 27 لأطراف الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول تغيير المناخي في شرم الشيخ بمصر. خلونا كمان نطمن على الاستعدادات لهذه القمة وما يتم في شرم الشيخ حاليا هناك. احنا معانا الكاتب الصحفي الاستاذ تامر اسماعيل، اهلا بحضرتك يا استاذ تامر. اهلا بحضرتك يا استاذ عبد الفتاح وبكل مشاهديك الكرام. عايزين نعرف من حضرتك كده اخر استعدادات مدينه شرم الشيخ لمؤتمر المناخ كوب 27. طيب يعني خلينا اقول لحضرتك برضو للمتابعين، اللي راح شرم الشيخ قبل كده عارف شرم الشيخ وعارف جمالها وعارف يعني تفاصيل هذه المدينه، عارف خليج سوهو وخليج نعمه وخليج النبق كل حاجه هناك. الدنيا اتغيرت، الدنيا اتغيرت تماما 100%. مدينه شرم الشيخ اصبحت بالفعل مدينه عالميه. خلينا اقول لحضرتك العنوان الرئيسي اللي المسؤولين حاطينه لمدينه شرم الشيخ، مدينه نظيفه متطوره رقميه مؤمنه صديقه للبيئه. عايز اقول لحضرتك الخبر المهم انه سيتم اعلان مدينه شرم الشيخ هي المدينه الصديقه للبيئه الاولى في الشرق الاوسط، ده بالتزامن مع انعقاد قمه المناخ. دي حاجه جميله جدا طبعا، وده مش مجرد عنوان يا استاذ عبد الفتاح بيتقال، ده تفاصيل ضخمه وعمل شاق ومجهود كبير على مدار 5 شهور. اللي هينزل شرم الشيخ يمكن الاسبوع ده مش هيشوف عمال في الشارع، لكن على مدار الايام اللي فاتت كان لازال العمال والفنيين والمهندسين موجودين في كل شوارع شرم الشيخ على مدار 24 ساعة شغل في كل المجالات. هقول لك في أرقام سريعة عشان برضو الناس تبقى عارفة حجم الإنجاز اللي بيتم في مدينة شرم الشيخ واللي رصدناه في زيارتنا. رقم واحد، رص 230 كيلو متر طولي في مدينة شرم الشيخ بالكامل. رقم اثنين، مدينة شرم الشيخ محاطة بسور مؤمن تماما على مساحة 26 كيلو متر. رقم 3، اللي هيمشي في شوارع شرم الشيخ في أي منطقة هيبص فوق هيلاقي كاميرات بانورامية في كل مناطق شرم الشيخ، 250 كاميرا بانورامية بترصد كل دبة نملة بتحصل في مدينة شرم الشيخ، وكلها
بترجع إلى مركز إدارة أمني موحد بيرصد كل التحركات داخل المدينة. فيما يخص موضوع الزراعة والتشجير والتحول للأخضر، مدينة شرم الشيخ اتزرع فيها على مدار الخمس شهور اللي فاتوا 3000 نخلة و40 ألف متر مربع زراعة خضراء في مدينة شرم الشيخ. زي ما حضرتك قلت في بداية حديثك أن شرم الشيخ مشهورة بميادينها وشوارعها الجميلة، تخيل بقى كمان لما الميادين دي يضاف إليها 15 ميدان جديد في مدينة شرم الشيخ كلهم على أحدث التصميمات العالمية وبأشكال مختلفة وبتصميمات مختلفة تماما. احنا بنتكلم على مدينة تضاف لميادينها 15 ميدان جديد، ده حاجة كتيرة. 15 ميدان دي مش حاجة قليلة يا جماعة، يعني بالضبط لك أن تتخيل أن أنت كل منطقة بتمشي فيها بتلاقي ميدان في منتهى الروعة وفي منتهى الجمال. خلينا مثلا نتحدث عن موضوع الطاقة. شرم الشيخ فيها أو كان فيها طبعا محطات وقود، دلوقتي شرم الشيخ فيها 13 محطة وقود، منهم 10 محطات جاهزين للوقود بكافة أشكاله، بنزين كهرباء غاز. يعني 10 محطات هتدخل فيهم حضرتك أيا كان السيارة أو العربية اللي انت بتقودها وطريقة تموينها، هتلاقي المحطة دي مجهزة لـ10 محطات فيها كهرباء وغاز وبنزين. طبعا بنتحدث عن مثلا وسائل النقل في مدينة شرم الشيخ، أسطول أوتوبيسات جديد بالكامل، 140 أوتوبيس جديد. والفكرة هنا مش الرقم بقى، مش ال 140 أوتوبيس، الفكرة في طريقة التشغيل. لا يا أستاذ فتح، اللي هينزل شرم الشيخ ويركب الأوتوبيس هيشوف تجربة كأنه في أوتوبيس سياحي. أولا الأوتوبيسات كلها بتعمل بالغاز وبالكهرباء مش بالبنزين خالص، تمام؟ يعني تشغيلها بالكهرباء والغاز بالضبط كده. رقم اثنين، حضرتك أول ما بتركب عندك اختيار، عايز تدفع كاش بتدفع كاش، عايز تدفع فيزا بتدفع فيزا. رقم ثلاثة، الأوتوبيس بالكامل مراقب بالكاميرات الداخلية. رقم أربعة، خط سير ثابت مراقب بكاميرات تحكم. رقم خمسة، الواي فاي فائق السرعة في كل أسطول الأوتوبيسات. رقم ستة، لو حد من أهالينا من ذوي الاحتياجات الخاصة عايز يركب، كل الأوتوبيسات هناك بقت مجهزة، إنه السائق بيقف بيفتح جهاز بينزل على الأرض بيقدر من خلاله الشخص من ذوي احتياجاته الخاصة يطلع بالكرسي المتحرك بتاعه أو أيا كانت الطريقة. رقم سبعة، USB في كل المقاعد، عايز تشحن، عايز تستخدم واي فاي، عايز تشحن موبايل، تشحن لابتوب بالUSB. يعني بصراحة حاجة عظيمة، موجود يعني حاجة في منتهى الجمال الحقيقة. طيب واستعدادات الفنادق يا أستاذ تامر؟ طيب للإقامة، للفنادق، أولا الفنادق في شرم الشيخ بقت في منتهى الجمال والروعة، كلها على استعداد تام لاستقبال ضيوف مصر اللي هيحضروا قمة المناخ. 100 فندق في شرم الشيخ كلهم تم تجهيزهم بالطاقة الشمسية، مفيش فندق فيهم بيعمل بالكهرباء العادية، كلها كهرباء طاقة شمسية. 100 فندق كلهم بإنترنت فائق السرعة، كلهم أصدقاء للبيئة، مفيش أكياس بلاستيك، مفيش منتجات بلاستيك، كلها منتجات صديقة للبيئة. خلينا مثلا أحكي لك التاكسي، التاكسي العادي اللي احنا بنشوفه في شوارعنا هنا في القاهرة، هتروح شرم الشيخ هتشوف حاجة تانية تماما، مش تاكسي. هنشوف ايه بقى؟ أولا هتركب، أول ما هتركب حضرتك برضو نفس الفكرة، عايز تدفع كاش ادفع كاش، عايز تدفع فيزا بتدفع فيزا في التاكسي، دفع إلكتروني. رقم اثنين، التاكسي مراقب بكاميرات صوت وصورة، يعني حضرتك قاعد بتتحدث مع السائق أو بيتحدث معاه، في كاميرا مسجلة كل الرحلة صوت وصورة. ليه بقى؟ أولا تأمين للسائح، ثانيا عشان لو حصل أي حاجة ممكن تضايق السائح الراكب اللي موجودين اللي في الطريق، لأنه الكاميرات كمان بترصد خط سير التاكسي، كل ده بيتراجع. وأنا عايز أقول لحضرتك، وأنا بتحدث مع المحافظ قال لي إن امبارح كان لسه جاي لي وقعة إنه حصل مشكلة في تاكسي، ما جبنا التفريغ بتاع الكاميرات، شفنا مين اللي غلطان ومين صاحب الحق، حسبناهم، خلص الموضوع. فأنت متخيل التحكم الرقمي والتكنولوجي؟ طبعا دي حاجة راقية وتكنولوجيا عالية جدا كمان في وسائل النقل هناك بصراحة. وكمان إيه، يونيفورم ثابت لكل سائق التاكسي كمان، يعني ما فيش سائق تاكسي لابس غير التاني، كلهم يونيفورم ثابت، كل التاكسيات هناك. طب هو التاكسيات دي تبع الدولة ولا تاكسيات خاصة يا أستاذ سامي؟ تاكسيات خاصة يا فندم. لكن طب واليونيفورم، طيب يعني هما بيروحوا يستلموه منين؟ المحافظة اللي بتوزع عليهم يا فندم، وهي اللي مجهزة كل التفاصيل دي. يعني كل هو التفاصيل. كل واحد يخرج من بيته ويكون يطلع المحافظة ياخد اليونيفورم
ويبقى محتفظ بيه ويشتغل بيه. اولا بتاخد تصريح امني، اتفضل ادي التصريح الامني رقم 2، حضرتك محتاجين نجهز التاكسي بتاعك حسب المواصفات بتاعتنا، هتركب الكاميرا، هتلبس اليونيفورم، هتلتزم بالقواعد بتاعتنا، هتلتزم بالاجره اللي بتدفع بضوابطها، مفيش حاجه اسمها مصري واجنبي، حضرتك اجرتك كذا بتاخدها بالمصري كذا، بتاخدها بالعمله الاجنبيه كذا، لا في زياده ولا في نقصان. والله كمان حاجه هايله، لان الحاجات دي كلها كانت بتطفش السياح. بالظبط، عايز اقول لحضرتك كمان حاجه مهمه جدا، فكره الهويه البصريه، مشروع الهويه البصريه، انت لما تمشي بشرم الشيخ دلوقتي اي شارع، اي عمود نور، اي لافته، اي وسيله مواصلات، اي شركه، اي مبنى، كلهم هويه بصريه واحده. عشان نشرح الناس الهويه البصريه، يعني حضرتك بتشوف، نزلت شرم الشيخ واتفرجت وشفت، هتسافر مجرد ما هتشوف اللوجو بتاع شرم الشيخ او الهويه البصريه دي في اي مكان في اي حاجه هتفتكر شرم الشيخ، فهيبقى في ربط ذهني وبصري طول الوقت للناس بهذه المدينه الجميله واللي بيحصل فيها. عايز اقول لحضرتك انه مثلا تم انشاء محطه طاقه شمسيه خصيصا للمؤتمر، لمؤتمر المناخ باذن الله، كافه اعمال مؤتمر المناخ هتبقى بتضاء وبتعمل بالطاقه الشمسيه النظيفه. محافظه جنوب سيناء ومدينه شرم الشيخ، اي مواطن ساكن في شرم الشيخ عايز يشغل بيته بالكهرباء بالكامل بالطاقه الشمسيه بيروح للمدينه يقول لهم لو سمحتم انا عايز اشغل بيتي بالطاقه الشمسيه، بيقول له اتفضل، ادي التكلفه، ادي المعدات، ادي الامور الفنيه، شغل بيتك بالطاقه الشمسيه. والله يعني بصراحه يعني استعدادات هائله جدا قامت بيها، مش هنقول محافظه شرم الشيخ، قامت بيها الدوله على اتم الاستعداد، كل الوزارات طبعا يعني على اتم الاستعداد طبعا لمؤتمر كوب 27 اللي هو خلاص ايام قليله ونبداه. الاستاذ تامر اسماعيل الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لحضرتك. طبعا يعني انتم شايفين طبعا الاستعدادات الهائله اللي قايمه بيها مدينه شرم الشيخ من كل الوزارات وكل الجهات المعنيه زي ما وضح لينا الاستاذ تامر، لاخراج المؤتمر في اكمل او في ابهى صوره، لان ده اهم مؤتمر على فكره في القرن العشرين، مؤتمر المناخ كوب 27. طيب تعالوا نروح نشوف بقى حاله الطقس. بخصوص حاله الطقس، تتوقع هيئه الارصاد الجويه ان بيشهد غدا الاحد طقس مائل للحراره نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل برودة في آخره على كافة الأنحاء. أنا عايز أقول لكم يا جماعة، كل واحد بقى يخلي باله بقى من موضوع الجو، لأن بصراحة الصبح بيبقى حر شوية وبالليل هوا، وبعدين داخلة يعني أنفلونزا غريبة جدا اليومين دولت بصراحة، غير طبيعية، يعني مش عارفين بقى دي أنفلونزا ولا كورونا، حاجات متجددة لكورونا، لكن في ناس كتيرة جدا بصراحة مصابة بالبرد، يعني عندهم برد. ليه؟ تغيير الفصول، الجو بالليل بيبقى فيه لسعة هواء جامدة، الصبح بيبقى نازل بتيشيرت نص كم، بيبقى الجو حر، بس ساعات تلاقي ايه الاربع فصول بتوع السنة كلها في يوم واحد. فياريت يا جماعة كل واحد يخلي باله من نفسه طبعا ومن اسرته، ويحافظ كمان على صحته كمان في موضوع الجو والطقس. طيب نروح بقى للرياضة. النهاردة عادت بعثة الأهلي إلى مصر بعد فوزها أمس على الزمالك في مباراة السوبر المصري اللي أقيمت في الإمارات، والحقيقة أن المباراة كانت قوية وتليق بقطبي الكرة المصرية. دي حقيقة فعلا، هي كانت تليق بقطبي الكرة المصرية، بس الأهلي امبارح عمل ماتش. الأهلي يا جماعة أخيرا جاله كوتش، جاله مدرب. يعني إيه يلعب كرة؟ ازاي يقدر يعد الكوره من ورا؟ عن طريق محمود متولي ومحمد عبد المنعم، اللي كان الاول بقالنا موسمين ثلاثه كان فيه ايمن اشرف وياسر ابراهيم، وده طبعا مش تقليل منهم، لكن ازاي يطلع بالكوره من ورا كده؟ ثبت محمد عبد المنعم ومحمود متولي. امبارح طاهر ماتش عمره، برونو سافيو خلاص حط رجليه في الاهلي، راجل لمسه امبارح يعني سيبه، يعني كلنا شفنا الجون وشفنا حلاوه الجون، لكن قبل ما يخرج بدقيقتين كده شفت انت اللمسه بتاعته كده على الخط كده مع محمود جابر، مش عارف او عمر جابر حاجه زي كده، لا كان نيمار لم الكوره كده، يا حاجه بصراحه، وحتى راح للجمهور وقعد يعمل لهم كده ومش عارف. فيعني بصراحه الاهلي امبارح يعني متع كل الاهلاويه وبسطهم بصراحه. يعني
الزمالك طبعا أدى طبعا اللي عليه وعمل ماتش كويس وكل حاجة، وفعلا كانت تليق بقطبي الكرة المصرية، بس هي دي يعني بطولة من مباراة واحدة، يعني هي بطولة من مباراة واحدة، لازم حد فيها يبقى كسبان. السنة اللي فاتت واللي قبلها كان الزمالك كان كسبان بطولة السوبر واحنا باركنا له وفرحنا بيه، من حقيقة احنا كمان برضو نفرح كمان بفريق النادي الأهلي. الماتش كان قوي على فكرة، النادي الأهلي كده 12 بطولة سوبر والزمالك واخد 4 بطولات سوبر، عشان تبقوا عارفين يعني ان بطولات السوبر هي 16 مرة اتلعمل السوبر المحلي، هو مش السوبر طبعا بتاع افريقيا، ده السوبر المحلي. الزمالك لعب ماتش حلو والاهلي لعب ماتش حلو، واحنا مبارك لكل الاهلاوية. الاهلي النهاردة رجع من الامارات، كولر راح قرر على طول هو يتدرب عشان مباراة الداخلية يوم الاربعاء الجاي، والزمالك عنده مباراة انبي يوم الاربعاء برضو الجاي. نقول مبروك للأهلوية والنادي الأهلي ولكل مشجعي النادي الأهلي، وهارد لك طبعا للزمالك اللي هو بطل الدوري وبطل الكاس. خلي بالكوا يعني ما تنسوش برضو ان الزمالك ده بطل الدوري وبطل الكاس، يعني هو بينزل بيقول بطل الدوري وبطل الكاس. بس انا في حاجة امبارح يعني عايز اقف عندها شوية. طبعا فيريرا مدرب عالمي، مدرب نادي الزمالك وليه الاحترام كله قبل اي حاجة، امبارح قال تعليق غريب، قال ان الهدف الثاني ان لعيبه الزمالك كلها كانت قدامه وما كانش فيه غير 2-3 يعني مش فاهم يعني ايه التعليق ده. يعني هو تعليقه على الهدف الثاني اللي احنا ما كناش مركزين مثلا، كنا احنا بنهاجم قدام وما فيش تغطيه ورا، فهو تعليق غريب برضو من راجل محنك زي فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك. في النهايه انا بنقول مبروك للنادي الاهلي وهارد لك لنادي الزمالك، ونتمنى بعد كده باذن الله يعني مبارياتهم كده تبقى فيها متعة أكتر وأكتر، وكل دوت بيعود طبعا للمنتخب القومي. خلصنا كده فقرتنا الإخبارية، بعد الفاصل هيبقى معانا الأستاذ سالم وهبي الخبير الاقتصادي عشان نتكلم عن موضوع بقى تعويم الجنيه، ونتكلم كمان عن الحزم الاجتماعية اللي أقرها مجلس الوزراء بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. نطلع فاصل قصير كده ونرجع تاني نكمل محاضرتكم.